كونفرزيشن، لازم يقعد يتكلم معاه، يسمع منه، يسمع هو ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه. كان بيبقى صاحبهم، كانت الناس بتروح تعدي عليه كل يوم عشان تشرب الليمون وتحكي معاه شويه. لما فضل يسمع من اللي حواليه ويلم معلومات اللي هي الداتا اللي هي اهم حاجه في حياتنا دلوقتي، اكتشف حاجه غيرت مسار حياته تماما. كل الناس اللي بتروح واشنطن بتشتكي من الفنادق، بتشتكي من الاكل الوحش، الخدمه السيئه، ان مفيش اي نوع من الكاستمر سيرفيس ولا الكواليتي كنترول على الاكل، المشاريب، الخدمه نفسها، النوم. وده اللي فتح له باب غير حياته كلها. جون ماريوت بعد ما فضل يسمع وعرف مشاكل الناس في واشنطن، عشان بيسمع كويس وبيلم داتا على طول، قدر يفهم حاجه مهمه قوي. مشكله الناس في واشنطن اللي جايه سياحه هي ان هم مش عارفين ياكلوا كويس ولا عارفين يلاقوا خدمات فندقيه كويسه. طيب هو الراجل مش منطقي ان هو من بائع ليمون هيبقى مره واحده عنده امبراطوريه فنادق. عمل ايه؟ بدا في ان هو يعمل مطاعم. فتح اول مطعم هناك.